مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم معنا في نشرة الأحوال الجوية. حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بإذن الله تعالى ستتميز بارتفاع طفيف درجات الحرارة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد. بعد ذلك ستشهد المناطق الشمالية انخفاض طفيف في درجات الحرارة، هذا مع هبوب رياح شمالية إلى شمالية شرقية على المناطق الوسطى والجنوبية وحتى الجنوبية الشرقية من البلاد، مع رؤية متأثرة قليلا بفعل الأتربة على شرق تقانت وأدران. وللتوضيح أكثر لحالة الطقس، بداية مع مدينة الزوالات والتي ستشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 35 درجة زوالا والدنيا 20 درجة مساء. مدينة أطار كذلك من المتوقع أيضا أن تشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 39 درجة زوالا والدنيا 24 درجة ليلا. إلى مدينة أكجوجة كذلك من المتوقع أيضا أن تشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 41 درجة زوالا والدنيا 27 درجة ليلا. إلى العاصمة الاقتصادية نواذب كذلك، من المتوقع أيضا أن تشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 34 درجة زوالا والدنيا 23 درجة في المساء. إلى العاصمة نواكشوط كذلك، من المتوقع أيضا أن تشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 37 درجة زوالا والدنيا 28 درجة مساء. إلى المناطق القربية من البلاد، بداية مع مدينة روسو كذلك، من المتوقع أن تشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 41 درجة زوالا والدنيا 28 درجة في المساء. إلى مدينة ألاق كذلك، من المتوقع أيضا أن تشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 42 درجة زوالا والدنيا 29 درجة ليلا. ما زلنا في المناطق الجنوبية الغربية، والآن في مدينة كيهيدي كذلك، من المتوقع أيضا أن تشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 42 درجة زوالا والدنيا 27 درجة في المساء. في مدينة تجكجة وسط البلاد كذلك، من المتوقع أن تشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 39 درجة زوالا والدنيا 25 درجة ليلا. إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، في مدينة سيدي بابي ستشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 41 درجة زوالا والدنيا 25 درجة في المساء. إلى مدينة كيب كذلك، من المتوقع أن تشهد أيضا أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 42 درجة زوالا والدنيا 26 درجة في المساء. ما زلنا في المناطق الجنوبية الشرقية، والآن في مدينة العيون كذلك ستشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 41 درجة زوالا والدنيا 25 درجة ليلا. إلى مدينة النعمة أقصى جنوب شرق البلاد كذلك، من المتوقع أن تشهد أجواء مشمسة وصافية ودرجات حرارة قصوى 41 درجة زوالا والدنيا 26 درجة في المساء. أما حالة البحر المتوقعة ما زال هادئ وقليل الهيجان، هذا قبالة السواحل الوطنية مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، علو الموج يتراوح من 0.5 إلى 1.25 متر في ميناء نواذي وميناء نواكشوط وميناء أنجاغو. شروق الشمس بالنسبة لمدينة نواكشوط غدا بإذن الله تعالى سيكون عند الساعة 7:01، الغروب سيكون عند الساعة 6 مساء و34 دقيقة. انتهت النشرة الجوية لهذا المساء، شكرا على المتابعة، وإلى نشرة غادمة بإذن الله تعالى من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.